أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من الإخبارية وترندينج لنبحر وإياكم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ونتعرف على أبرز المنشورات التي تفاعلتم معها نهاية الأسبوع البداية بأبرز حدث في التظاهرة الكروية الإفريقية التي تحتضنها الجزائر الشان أين تأهل المنتخب الوطني المحلي للنصف النهائي بعد تفوقه على كوديفوار ليضمن تواجده بالمربع الذهبي لهذه المنافسة لثاني مرة بتاريخه بعد نسخة السودان في 2011 وبالطبع جاءت الصور مختلفة للحضور القوي في ملعب براقي نيلسون مانديلا وهكذا تم ترويج هذه الصور على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بالطبع كذلك تعليق داعمة للمنتخب الوطني من بينها أول تعليق ألف مبروك تأهل منتخبنا الوطني إلى الدور النصف النهائي من الشان تحية خالصة وخاصة لجمهور ملعب نيلسون مانديلا كان رائعا حتى الثانية الأخيرة تحية للاعبين الذين كانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية رغم صعوبة المهمة والقبعة نرفعها للطاقم الفني بقيادة الماجيك مجيد بوغرام تعليق وليد يقول فيه المنتخب قدم أفضل بقاء منذ بداية الشان بوغرا بيّن للجميع أنه مدرب جيد كل اللاعبين كانوا في المستوى وآخر تعليق من أحمد اسكندر مبروك لمنتخبنا الوطني تأهله إلى النصف النهائي بطولة إفريقيا للمحليين بعد مباراة صعبة أمام منتخب كوديفوار قدم فيها المنتخب أفضل مباراة له في الدورة القادم أفضل وتحية لجميع اللاعبين والطاقم الفني بقيادة الماجيك مجيد بوكرة تحت هاشتاغ الجزائر كوديفوار وشان الشان في بلاد الشان المنتخب الوطني بالطبع سيواجه رسميا النيجر الذي تجاوز غانا وذلك غدا بملعب ميلود هتفي بوهران كل التوفيق لفريقنا الوطني بالطبع لن نكف حديثنا عن الشآن الذي جعلتم احداثه تتصدر على الترند من خلال تفاعلاتكم هذه الفتاة التي صارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضورها مقابله الكاميرون والكونغو من ملعب وهران صنعت الحدث بتداول فيديو لها جعل الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف يغرد للبحث عن هذه الفتاه الرائعه كما وصفها لمنحها جائزة تفاعل كذلك رواد المواقع بكثره مشاركين في البحث عنها حتى وصلوا لحساب والدها ومن ثم تم تكريمها كذلك من طرف الكان في اخر مقابله للفريق الوطني بملعب نيلسون مانديلا ونشر هذا الفيديو على الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي للعبه. في هذا المنشور تم التركيز على عدد اعاده نشر هذا الفيديو الذي اقترب من حوالي عشره ملايين اعاده نشر لفيديو الفتاه التي وصلت في هذه الصور التي نشاهدها الى ملعب نيلسون مانديلا إلى موضوع آخر فمن بين المواضيع المتداولة دائما هو تأثير الاحتباس الحراري والتغير المناخي على القطب الشمالي وذوبان الجليد به إلا أن الصدمة تصبح أكبر عند المقارنة بين شكله سابقا وحاليا هكذا مثلا هذه الصور انتشرت على المواقع تظهر نفس المكان قبل سبعين سنة مقارنة باليوم الصور وكما تلاحظون تظهر التغير الكبير في سماكه طبقه الجليد التي اختفت عبر السنوات وذلك ينذر بخطر مناخي. كذلك تم نشر هذا الفيديو الذي يظهر انشقاق جبل جليد جبل جليدي عن القاره القطبيه الجنوبيه بعد سنوات من الشقوق التي ظهرت بشكل طبيعي. بالطبع دائما رواد مواقع التواصل الاجتماعي يت... يت... يروجون لهذه الفيديوهات وكذلك يتفاعلون مع مختلف المنشورات ويعلقون عليها ونجمع من بينها تعليق مختلفة أو تعليق لصونيا الذي جاء فيه مشكل عويس سيرتفع مستوى البحر وتختفي مجموعة من الجزر إذا استمر الجليد في الذوبان تعليق ثاني لأحمد دراسات أثبتت أن ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي تسببت بزيادة برودة المناطق القريبة في فصل الشتاء أما آخر تعليق لفتح يقول فيه سجلت درجات الحرارة في الغطاء الجليدي في جرينلاند أعلى مستوياتها منذ ألف عام على الأقل ويعد ذوبان الغطاء الجليدي في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع مستوى سطح البحر وحذر العلماء من ان ذوبان الجليد هذا يمكن ان يهدد المجتمعات الساحليه حول العالم. بالطبع كوكب الارض يبقى بيت العالم المليء بالاسرار حتى في باطنه الاعمق. هل تساءلتم يوما عن ما يوجد داخل هذا الكوكب؟ اللب الداخلي للارض هو الطبقه الجيولوجيه الاعمق لكوكب الارض وهو عباره عن كره صلبه يصفها العلماء بانها كوكب داخل كوكب بحجم كوكب بلوتو. لكن ليس هذا هو ترند الذي تم تداوله بكثره على المواقع. الحدث هو ما خلص له العلماء حول توقف اللب الداخلي للارض عن الدوران بشكل مؤقت. والاغرب حسبهم انه قد يتجه في الاتجاه المعاكس. بشكل ابسط هذه الدراسه تشير الى ان حركه قشره الارض وباطنها غير متجانسان في الدوران وهو ما يؤثر على المجال المغناطيسي في سطح الارض لكن دون تعريض البشر او الكوكب للخطر كذلك حسب العلماء فان لب الارض الداخلي يغير اتجاه دورانه مره كل بضعه عقود وهو ما يساعدهم على تعزيز فهم تاثير التغيرات على اعماق الارض وعلاقتها بسطحها الخارجي مثل طول اليوم وكذلك الموجات الزلزالية بعض التعليق أولها تعليق منصف توقف دوران نواة الأرض وانعكاسه بالاتجاه الآخر ظاهرة جيولوجية سبق أن حدثت مرات عديدة ولا علاقة له بدوران الكرة الخارجية للأرض ولا بشروق الشمس من المغرب فما هو إلا انعكاس للمغناطيسية الأرضية ينتج عنها بعض الظواهر الطبيعية تعليق اخر هذا يذكرني بالفيلم بالفيلم الاجنبي اذ تدور احداثه بان نواه الارض توقفت ويحاول فريق انقاذ اعادتها للحركه في مغامره خطره داخل اعماق الارض والسبب في توقف نواه الارض عن الحركه بحسب الفيلم برنامج احداث زلازل تم استخدامه. موضوع اخر فبعد الحديث مطولا عن امكانيه تعويض الروبوت للانسان يبدو ان ذلك بدا بالتحقق فعلا في بعض التخصصات واكبر دليل على ذلك هو هذا. يدعى موكسي وهو روبوت ممرض يمكنه التقاط وايصال المستلزمات الطبيه بدون مساعده حيث اعتمد مستشفى امريكي بشيكاغو على هذا الروبوت الذكي. في وظيفه التمريض لمساعده الاطباء. وذلك جاء بعد نقص كبير في عدد الموظفين منذ جائحه كورونا. الا ان حسب المستشفى فان موكسي قد نجح في اداء مهمته الجديده من خلال الكاميرا ونظام الاستشعار اللذان يعتمد عليهما. اضافه الى شاشته التي تقدم معلومات حول مهامه. هكذا تم نشر فيديو يعرف كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الممرض موكسي بعض التعليق أول تعليق جاء فيه الظاهر أن التطبيقات الإلكترونية وثورة الروبوتات ستقضي على الوظائف البشرية وستقضي على الرأسمالية لأنه ستتعلم الوظائف وستتعلم القوة الشرائية للبشر بسبب انعدام الدخل الشهري للناس تعليق فتحي يقول بطيء الحركة كثير الأعطال الإنسان أسرع خصوصا في الحالات الطارئة يمكنه الركض يبدو أن موكسي سار له كذلك أصدقاء هل تتذكرون سنة 2016 عندما أعلنت الناس عن مشروع إنتاج طائرات كهربائية فاستغرب الكثيرون ها قد رأى مشروعها النور حيث أعلنت الوكالة الأمريكية للفضاء عن إطلاق أول رحلة طائرة كهربائية بالكامل نهاية سنة 2023 هذا سيكون بعد برمجة رحلة تجريبية شهر جويلية أو أولتا مقبل هذه الطائرة تسمى طائرة X57 وهي أكثر هدوء من الطائرة العادية وتعتبر كذلك صديقة للبيئة بحكم بحكم عدم استخدامها البنزين. هذه هي الطائره اكس 57، لكن طموح النازل لم يتوقف هنا، اذ هي الان بصدد تطوير مشروع اخر لانشاء طائره فضائيه، جاءت في هذا الشكل تشبه الى حد كبير طائره مائيه على الارض، لكن مهمتها هي الطيران يوما ما فوق قمر زحل تيتان. نسبة لثاني أكبر قمر في نظامها الشمسي قبل أن تهبط على بحيراته هذه المهمة اعتبرتها النازة تحد سهل بسبب انخفاض جاذبية تيتان وغلافه الجوي السميك لكن ترى هل ستتمكن من تحقيق ذلك كما تمكنت من تحقيق الطائرة الكهربائية بالطبع إلى موضوع آخر نختم به كما ختمت بي بي سي عهد إذاعة إذاعتها باللغة العربية تحت شعار الزمن يتوقف يتغير لكنه لا يتوقف منذ الواحدة ظهر الجمعة توقفت الإذاعة البريطانية بي بي سي عربي عن البث عبر الأثير معلنة نهاية خدمة إعلامية استمرت نحو 85 سنة وقد أثار إعلان هيئة الإذاعة البريطانية وقف البث الإذاعي بعشر لغات من بينها العربية والفارسية والصينية تفاعلا واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي لكن الإذاعة أعلنت تواصل تقديم بعض برامجها المختارة بتحويل هذه الخدمة صوب المحتوى الرقمي عبر المنصة أو الصفحة الإلكترونية هنا لندن التي خصصت للمحتوى الصوتي يذكر كذلك أن إذاعة البي بي سي قدمت خدمتها بالعربية لأول مرة في الثالث يناير 1938 كأول بث أجنبي بعد اللغة الإنجليزية مباشرة وميزتها ساعة بيج بانج بدقاتها وكذلك كلمتا هنا لندن كمدخل للبرامج بالطبع تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو الذي يصنع الحدث دائما ومن بين التعليق التي جاءت بعد إطفاء هذه المحطة الإذاعية أول تعليق من لورا تقول فيه أمر محزن حقا لكن الظرف حتم عليها ذلك الإذاعات بصفة عامة يعود صداها في الحروب وتصبح هي المنفذ الوحيد المنفذ الوحيد للأخبار كذلك تعليق آخر جاء فيه: أعتقد أن إذاعة بي بي سي لم تتوقف، توقف بثها عبر أجهزة الراديو، وهذا قرار ذكي. أعتقد أن أجهزة الراديو لم يعد وقتها، ويمكن أن تختفي بعد سنين، ويمكن للإذاعة البريطانية أن توقف البث عبر الفضائيات التقليدية وتبث عبر الإنترنت. هنا تكمن الاستراتيجيات. بالطبع هذا ما حصل فعلاً في إذاعة بي بي سي التي توجهت نحو المحتوى الرقمي. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام عدد اليوم من الاخباريه ترندينغ الذي جاء بمختلف التفاعلات والمنشورات التي تفاعلتم معها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. لا تنسوا ان تحدثوا اثرا على مختلف الصفحات الرسميه للتلفزيون الجزائري على هذه المنصات. نلتقي بحول الله نهايه الاسبوع الى اللقاء.